الشهيد محمد مبروك. مصر مسلسل وسلسال الشهداء العظام، كل شهيد من دول اكبر دليل على حقارة جماعة الاخوان. محمد مبروك لمن لا يعرف برضو ايقونة اخرى، رمز اخر. محمد مبروك زي النهاردة اغتلوه ب 12 رصاصة وهو طالع من بيته رايح مكتبه في امن الدولة. محمد مبروك صاحب هذه الابتسامة العظيمة، واحد من انضف واشرف فرسان الشرطة المصرية، واحد حكايته تستحق ان تروى. محمد مبروك كان ماسك ملف الاخوان من قبل ثورة يناير، واواخر 2010 او النصف الثاني من 2010 محمد مبروك كان مسؤول عن ملف اسمه الجاسوس محمد مرسي. استطاع ان يجمع معلومات على ما يدبره الاخوان في تركيا، مرسي وخيرت الشاطر واحمد عبد العاطي اللي كان مدير مكتب العميل مرسي. وكان كتب، خدوا بالكم الكلام ده من قبل ثورة يناير، كتب حوالي 35 صفحة عن الجواسيس الاخوان اللي بيخططوا لتدمير مصر، واللي كان بيخططوا لاحداث اي عملية يتم من خلالها اثارة الفوضى الخلاقة اللي اتكلمت عنها كونداليزا رايس. خدوا الاوامر في واشنطن، خدوا الاوامر في تركيا، وكانوا بينفذوا. يعني لو حتى لو لم تكن ثورة يناير 2011 وهي ثورة لانه خرج فيها مصريين بجد امانوا بالتغيير، لكن تم استثمارها وركوبها من قبل هذه الجماعة وبعض النشطاء، كانوا هيعملوا اي حاجة. الخلية كلها كشفها محمد مبروك باتصالاتها برسائلها، اكتشف الخلية الجواسيس مرسي، خيرت الشاطر، احمد عبعاطي، رفعت طهطاوي، كل المجموعة الخونة والعملاء بديع، وكل الجيل الاول والثاني وعصام العريان وكل دول. المهم هذا محمد مبروك فخططوا لقتله، خططوا لقتله، وترك في عز شبابه ثلاثة من أبنائه أطفال، ترك مايا 12 سنة وزي سنوات طبعا، وأيضا يعني ثلاث ولاد في عمر، تم اغتيالهم بالإخوان الغادر. وللأسف خطط في اغتياله بعض الذين انضموا لجماعة الإخوانية، ذلك لداعش في سيناء ما اسموه ولينا، واللي كانوا منهم بعض الضباط اللي انضموا لخرهابية وهرب في سيناء، انضموا الى داعش، وقبل كانوا في ليبيا وكانوا في العراق ثم جاءوا الى سيناء. منهم ثلاث ضباط الحقيقة احنا كان لازم نسلط الضوء انه تم تصفيتهم خلال الاونة الاخيرة. النهاردة داعش منزلة فيلم بتودع هؤلاء، يعني من وجه هذه الإرهابية او من خلال ما يسمى بداعش، دول ابطال، دول خونة.